السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من الدخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الفيديو اصحى لا يغفلونا. ايه موضوع اصحى لا يغفلونا ده؟ في بعض ناس صحتهم ما شاء الله ممتازة جدا، ضغطه مظبوط، ما عندوش انيميا، دهون الثلاثيه مظبوطه، كوليسترول مظبوط، البراز ما فيهوش اي مشاكل، ومع ذلك بتحدث له حاله من النوم المفاجئ، فجاه يسقط كده، او ما يطلق عليه الخضر، فجاه يغط في نوم عميق رغم ان هو مثلا ممكن يكون مستريح كويس، وممكن يكون الجلسه اللي هو قاعد فيها دي جلسه جاده جدا محتاجه ان هو يلم بالحديث جيدا ليدلي بدلوه. طيب ايه المشكله اللي بتحصل؟ طبعا الدواء الذي سنعرضه حالا وهو ماده الارمودافينيل. ماده الارمودافينيل هي ماده لا توصف إلا بإرشاد ومتابعة السادة الأطباء، لازم، لأن هي محظورة على فئات كتيرة، محظورة على مرضى الضغط المرتفع، محظورة على أي حد عنده حساسية من المادة الفعالة، كذلك كل سن ووزن له تقدير معين للجرعة بتاعته ودخول في هذا الدواء وخروج من هذا الدواء، زي الكورتيزون كده. لازما نعرف المريض عنده ايه، ناخد البوست هيستوري بتاعته، نعرف تاريخ مرضي عن وضعه ايه بالظبط، يبتدي الساده الاطباء يدوا له الدواء لفتره معينه لجرعات، وبعد كده يطلعوه من الدواء ده. ليه؟ لان الدواء ده ممكن يخلي صاحبه متيقظ لمده يومين ثلاثه، وده خطر جدا على الجهاز العصبي. فلابد أن يوصف هذا الدواء تحت إرشاد ومتابعة السادة الأطباء، وليس من اختصاص السادة الصيادلة على الإطلاق. الدواء أرموك، أرموك مادة الأرمودافينيل 50 ميلي جرام، أرموك، ومنه تركيزات، في تركيز الخمسين وفي تركيز المية وخمسين ميلي جرام. تركيز الخمسين بواحد وتلاتين جنيه ونص، واحد وتلاتين جنيه ونص العلبة، عشر أقراص. طبعا كان في فيديو سابق عملته عن مادة مماثلة اسمها البرافا ماكس، في علبة اسمها البرافا ماكس مودافينيل، وده كان تركيزه 200. فيبقى دلوقتي عندنا 50 وعندنا 150 وعندنا 200 ملي جرام. وسأضع في صندوق الوصف لينك الفيديو السابق لمن يحب أن يشاهده. فإحنا لازم نعرض الدواء للسادة الأطباء وكذلك لجمهور المرضى لمعرفة الأدوية الموجودة في السوق، عشان لو حد بيعاني من حالة الخضر أو النوم المفاجئ وبتسبب له إحراج في وسط الجلسات بينام ويشخر، هتوجه للسادة الأطباء ويكون على علم إن في علاج موجود في سوق الدواء المصري، ولكن لا يتم وصفه إلا بإرشاد ومتابعة الأطباء. دايما تليفون الطبيب معاك، تتابع معاه، يا دكتور حصل لي كذا، أعمل إيه؟ أقلل الجرعة إزاي؟ أطلع منها إزاي؟ بالمنظر ده. لكن ما ينفعش تتناوله من تلقاء نفسك. فالعلم سلاح ذو حدين. أنت النهاردة عرفت ما تسيئش الاستخدام. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتم لأي طبيب ولا لأي صيدلية ولا لأي دواء، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.